وطب بعد اذنك. طبعا 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 يا مالك، ازيك يا مالك؟ الغالي كويس، عامل ايه؟ الحمد لله. قول لي النهارده انت مبسوط ان ايمان جاب جون ولا لا؟ اه. عملت قلت ايه لبابا اما ايمان جاب جون؟ فرحان، كنت مبسوط. انت كنت رايح عند الجمهور دلوقتي تعمل ايه؟ كنت بسلم عليهم. نعمل حركه كابتن مؤمن بقى. بقول لك ايه؟ ايمان بيعمل ازاي؟ حركه الاسد ازاي؟ اعملها لي اعملها لي. لفتة طيبة ورائعة، وهي دي يعني حب النادي الأهلي الحقيقة، مؤمن قيمة كبيرة جدا. أشكرها بس الأول طبعا مراتي طبعا أنا حابب أشكر لها، أشكرها، أنا فضلت أشكرها من هنا لبكرة مش عارف أديها حقها. بصراحة تعبت معايا الفترة اللي فاتت، بقالها 4 أيام ولا 5 أيام معايا ما تسيبنيش، وحماتي طبعا ووالدي ووالدتي وعمر ومحمود عبد الله صاحبي، أنا مش عايز أنسى حد لأن بصراحة الناس دول وقفوا في ظهري، وحابب اشكرهم تاني وتالت، وربنا يخليهم لي يا رب، وان شاء الله اقدر ابسطهم على طول.